اهلا وسهلا دريت او ما دريت عن قميص فريق تورونتو رابترز لموسم 2021-2022. ويعد هذا النادي الذي تأسس في عام 95 هو النادي الكندي الوحيد الناشط في مسابقة NBA. أما في عام 2019 فبات تورونتو هو أول نادي من خارج الولايات المتحدة الأمريكية يحرز لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة، وكان من أبرز لاعبي الفريق في موسم التتويج صاحب هذا القميص وهو باسكال سياكام اللاعب الكاميروني، والذي حقق لقب أفضل تقدم لمستوى لاعب في موسم التتويج. والغريب بأن باسكال لم يمارس كرة السلة بطريقة منتظمة واحترافية إلا بعد أن بلغ 16 من عمره. تدري بأن تسمية الفريق تورونتو رابتورز تعود إلى فترة رواج فيلم جوراسيك بارك، نسبة إلى ديناصور الفيلس رابتور، والذي كان قد ظهر بشكل مميز في فيلم جوراسيك بارك. وإن كنت ما تدري عن كل هذا فأنت الحين دريت.